لكن لاحظتم مقاربة الجزائر في التعامل مع فرنسا تغيرت. المقاربة نتاعنا تغيرت. بكري كنا، سمحوا لي إخواني أخواتي، كنا نمهدوا شوية، كان عندنا واحد اللغة شوية ناعمة، شوية فيها الحرير، شوية فيها المجاملة، شوية فيها خايفين شوية بلك من فرنسا. لكن اليوم الجزائر المستقلة القائمة بإرادة مواطنيها ومؤسساتها، قلنا لهم لازم تسترجعوا جماجم الشهداء أبطال الثورة التحريرية وأبطال المقاومة، مقاومة الجزائر، والحمد لله هم اليوم مدفونين في بلادهم. موقفنا مع السيد الرئيس، اتفقنا على أخلقة الحياة السياسية. موقفنا مع السيد الرئيس ومؤسسات الدولة بمختلف مؤسساتها، اتفقنا على القضاء على المال الفاسد اللي أصبح يشري الذمم في المجالس سواء كانت الوطنية أو المحلية.